بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا بعنوان ثقافتنا وثقافتهم، وهو مقال منشور لنا في مجلة الوعي الإسلامي، عدد ديسمبر 2011. ثقافتنا وثقافتهم. عبر عشرات السنين تهب رياح عاتية تحاول أن تقتلع المجتمع العربي والإسلامي من جذوره من خلال السيطرة على وسائل الإعلام. تبث الأفلام والمسلسلات والبرامج والسهرات والمنوعات تسعى إلى تغيير العادات والتقاليد والأفكار والآداب، تنشر العري وتخاطب الغرائز والشهوات، وتدعو إلى الخروج على تعاليم الدين، وهي لا تقف عند هذا الحد، بل إنها تشوه صورة المتدين وتجعله مصابا بمرض عقلي أو اضطراب نفسي، وتصفه بالتخلف والرجعية. كل هذا والمجتمع المسلم يظل صامدا متمسكا بدينه، يرى فيه الملجأ والملاذ، ويرى في تعاليمه المثل الأعلى الذي تهفو إليه نفسه وتتوك إليه روحه، وهو إن ابتعد عنه فسرعان ما يعود إليه، وإن اتسخ بالمعصية فسرعان ما يغتسل من ذنوبه بالحج والعمرة وأعمال الخير ودعاء السحر ودموع الندم وخفقات القلب التائب، وهو يرى ضرورة الالتزام بتعاليم الدين في الأفراح والأطراح، ويهتدي بها في كل حركة من حركات الحياة. سيظل الإسلام هو ثقافة المجتمع المسلم، وستظل الثقافات الأخرى مثل العلمانية والليبرالية والشيوعية والرأسمالية ودعوات التحرر والتقدم والتفسير الخاطئ لأحكام الإسلام هي الزبد الذي يذهب جفاء ويذهب دعاتها إلى مجاهد النسيان. لكن الأمر يحتاج منا إلى عمل واجتهاد، فهم يصنعون نجوما ويحملون هموما ويشنون هجوما، ونحن نكتفي بالرد. لابد أن نحيي أمجاد علماء الإسلام وأبطاله، وأن تعرض الفضائيات الإسلامية أعمالا فنية تبتعد عن الأشكال التقليدية المنفرة، وأن تخاطب العقول وتعرض الصورة المشرفة لأهل التقوى والصلاح، وأن تقدم للناس التوعية اللازمة بكل مناحي الحياة، وتتمسك بالصدق والحق، وأن تجدد وتطور من نفسها بصفة مستمرة. هناك دور
والخطباء والأدباء في توعية الناس وهدايتهم إلى الحق، لتبقى الثقافة الإسلامية شامخة راسخة أمام الثقافات الأخرى التي تقول لدعاتها